إذا مشاهدينا مستمرين مع حضراتكم في متابعة مستجدات الأوضاع المتعلقة بالانتخابات الأمريكية 2020. خلوني أرحب من جديد بضيفي اللي منورنا في الاستوديو أستاذ أكرم ألفي الكاتب الصحفي. بس قبل ما نحلل أرقام والولايات خليني أستقبل عبر سكايب من واشنطن السيد قاسم الوائلي المستشار السابق للتحالف الدولي. سيد قاسم، في البداية برحب بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. طيب، الكثير من المؤشرات، جو بايدن يتقدم في بعض الولايات وترامب أيضا يعود ليعدل الكفة لصالحه في ولايات حاسمة كفلوريدا. يعني من المؤشرات الأولية، كيف تقرأ المشهد وإلى أي كفة تميل المؤشرات في البداية سيد قاسم؟ لا، مساء الخير وصباح الخير. طبعا هي لحد الآن هنالك يعني توازي بالأرقام، هنالك رقم يصعد وهنالك الرقم الثاني يوازيه، فلحد الان ليست الولايات نتائج الولايات النهائيه، وانما الولايات بدون مقاطعاتها، هنالك مقاطعات كثيره، وهذه المقاطعات ايضا تحسم الارقام وتحسم نهايه النتائج. لحد الان احنا نرى يعني في التلفزيون هنالك تقارب بين الاصوات فيما بين جو بايدن ودونالد ترامب، وهذا الشيء المخيف، لان هذا ربما سيعطل من ابداء النتائج الاوليه والنهائيه، ربما ستكون ليست الليله، ربما تكون غدا او بعد اسبوع، وهذا هو الشيء الذي يخيف المراقبين في واشنطن. طيب سيد قاسم، تعطيل معرفه النتائج، الكثير من المؤشرات، الكثير من الخبراء والمحللين يتحدثون عن ان حتى السيد دونالد ترامب نفسه تحدث عن فكره تاخير ظهور نتائج الانتخابات، من الممكن ان تدخل الولايات المتحده في مرحله ضبابيه نوعا ما، الى اي مدى تتفق مع ذلك؟ اتفق مع ذلك كثير، وذلك احنا شهدنا عام 2000 المنافسه بين الرئيس الجمهوري او في ذلك الوقت المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش والمرشح الديمقراطي آل جور، وكانت وتمددت يعني فرز الاصوات في ولايه فلوريدا الى يوم 14 ديسمبر عام 2000، عندما تدخلت المحكمه العليا لحسم النتيجه لصالح جورج دبليو بوش. هذه حسب قانون الانتخابات 1845 المصادق عليه من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب والموقع عليه من قبل الرئيس زاك تايلر، يحتم على المحكمة العليا أن تتدخل في يوم 14 ديسمبر وتحسم الوقت الموضوع، حتى وإن كان هنالك توازي وتعادل بالأرقام ستحسمه لشخص ما. طيب سيد قاسم، يعني دعنا نرجع بالوقت القليل من للوراء، يعني من بداية المناظرات الانتخابية بين الطرفين سواء كان الرئيس دونالد ترامب أو جو بايدن. هذا الخطاب التصعيدي الذي لاحظه الجميع في المناظرات بين جو بايدن ودونالد ترامب، إلى أي مدى له تأثير ربما على تصريحات مؤيدي الطرفين في الآونة الأخيرة؟ يعني حتى الكثير من مؤيدي دونالد ترامب يتحدثون عن أنهم لن يقبلوا بنتائج الانتخابات. نعم، هم هذه الدولة الدستورية وهذه دولة مؤسسات منذ أول انتخابات في نهاية 1700، أعتقد يعني هم هذا كلام يعني سوف يقبلون بها. نفس الشيء مع مناصري آل جور في عام 2000 في تنسي، قالوا سنقلب الدنيا، سنحرق المدينة، ولكن هذا القانون وهذه دولة المؤسسات. لا أعتقد هنالك ربما تكون بعض المشاغبات. لا ننسى أن في يوم تنصيب الرئيس دونالد ترامب في عام 2017 يوم 20 يناير الساعة 12 بعد الظهر حدثت مشاغبات، حدثت أعمال شغب وحرق سيارات في واشنطن دي سي وحرق ستارباكس في واشنطن دي سي. إذن ستكون هنالك بعض المناوشات، ولكن القانون والدستور الأمريكي سيحسم كل شيء. الآباء المؤسسون عملوا حسابهم لهذا اليوم. طيب السؤال الأبرز الآن سيد قاسم، ماذا بعد إعلان النتائج سواء من جانب دونالد ترامب أو من جانب جو بايدن؟ ما هي أولى أو أولويات أي من الرئيسين؟ نعم، أول شيء لازم نفكر أن هنالك يجب أن يكون هنالك فارق كبير ما بين المنافسين سواء من صالح جو بايدن أو ترامب، حتى الخاسر لا يعترض للكونغرس ويمدد هذه الفتره مده تقريبا 40 يوما حتى يحسم الوضع، وعندما يكون 40 يوم هذا ستكون الضبابيه كما حضرتك ذكرتي، ستكون ضبابيه وتكون شد وجذب، ولكن الان يعني الكونغرس والمحكمه العليا يريدون ان يحسموا هذه المساله يعني باسبوع او اقل اكثر شيء لمده اسبوعين، لان الجمهور
هذا الجمهور ليس جمهور جورج دبليو بوش، وليس جمهور مايكل دوكاكس، وليس جمهور ميت رامني او جان ماكين، هذا جمهور ترامب وهذا جمهور جو بايدن وكل الجمهور. يعني ما تتفضل به سيد كاظم يعيد للاذهان يمكن واقعه من اشهر الوقائع التي حصلت في سباق الانتخابات الامريكيه، يعني بحديثك عن جي دبليو بوش وايضا بيل كلينتون وغيرهم، هذه الاجواء بشكل عام التي كانت تسود الانتخابات الامريكيه بعد فوز بيل كلينتون حينما ترك جي دبليو بوش رساله لبيل كلينتون لتهنئته وحديثه عن انه اصبح رئيس جميع الامريكيين، هذه الاجواء من ربما التحالف أمريكا أولا كما يتفضل الرئيس دونالد ترامب بالقول دائما، أين أصبحت هذه الأجواء في ظل تراشق وتصاعد لغة الحوار بين كلا الطرفين؟ نعم، في السابق الرئيس هو مؤسسة ومكتب رئاسي ليس شخص، دونالد ترامب شخصنة الرئاسة لصالحه وباسمه، يعني حتى هو لا يمثل الحزب الجمهوري، نعم هو جزء من الحزب الجمهوري ولكن لا يمثل ايديولوجية الحزب الجمهوري. ايضا كذلك رسالة جورج دبليو بوش الى اوباما وبنات اوباما رسالة جميلة وعظيمة، ايضا جان ماكين في احدى المناظرات مع باراك اوباما عندما نهضت سيدة بيضاء قالت الى جان ماكين ان منافسك مسلم وانا اخشى ان يكون ارهابي، جان ماكين قال لها باراك اوباما رجل عظيم ورجل وامريكي اكن له الاحترام. هذا كان الجنتلمان وور، معارك الساده والرجال. الان باراك عفوا ترامب شخصن هذا الموضوع ونزل الى مستوى شخصن الموضوع حتى المساس بعائله منافسه، وكذلك جو بايدن نحن نعرف انه قال له شتر، قال له اخرس يا رجل، يعني لا نستطيع ان نقول الى رئيس دوله اخرس يا رجل، اذا هذا الاحترام وهذه المؤسسه والهاله الاحتراميه للرئيس انتهت بوجود السيد ترامب. على كل حال سيد قاسم الوائلي المستشار السابق للتحالف الدولي كنت ضيفي عبر سكايب من واشنطن، وبشكر حضرتك جزيل الشكر. عودة لحضرتك يا أستاذ أكرم، يعني نبدأ من أنهي ولاية؟ يعني أنا أفضل أن احنا نبدأ من نيويورك، يمكن مراسل إكسترا نيوز ياسر نور الدين في نيويورك كان بيتكلم أو أنا كنت بسأله عن أن نيويورك ولاية ديمقراطية، هل ممكن يتكرر سيناريو تكساس أن نيويورك يحصل تأرجح فيها وتصبح ولاية جمهورية؟ طب مبدئيا أنا هبتدي بآخر كلمة، لو اللي احنا شايفينه ده استمر لغاية الساعة 5 بتوقيت القاهرة، الانتخابات دي مش هتبقى انتخابات فلوريدا وبنسلفانيا، هتبقى انتخابات تكساس. هتوضع في تاريخ الانتخابات الأمريكية بأنها انتخابات تكساس لو استمر الوضع كما هو عليه لمدة ساعة كمان. ليه يا أستاذ أكرم؟ لأنه تقدم بايدن في تكساس مش مفاجأة، ده شيء مذهل يكسر القواعد ويخلي لما الديمقراطيين والسي ان ان ووسائل الاعلام الامريكيه اصرت تضع تكساس في الولايات المتارجحه كان عندها حق، لان عمرها ما كانت ولايه مع ان على النقيض الرئيس دونالد ترامب كان بياكد دايما ان تكساس جمهوريه. هي تكساس طول عمرها جمهوريه، هي طول عمرها جمهوريه، دي هتتاخد منه، ده هيبقى مفاجاه، هيبقى تغير في تاريخ الانتخابات عند الجمهوريين، تبقى هزيمه يعني تاريخيه. وهنا هرجع لسؤالك، نيويورك تصبح جمهوريه؟ لا كده يبقى ما بنتكلمش على الولايات المتحده الامريكيه، بنتكلم على بلد ثانيه. من الاخر نيويورك، ولكن يمكن ياسر كان بيتكلم كتير عن حتى هو سأل مواطنين يمكن في نيويورك، لا الكفة بتميل أكتر لدونالد ترامب. مستحيل، أقول لك على حاجة، نيويورك دي مكان ترامب بتاع البيزنس، خلاص أصدقائنا الأمريكيين بيقولوا إيه أو أصدقائنا اللي بيروح نيويورك كتير يقولوا إيه، في الانتخابات ترامب بيجيب ناس يعملوا شو في نيويورك، لكن ناخبين نيويورك بنسبة أكبر من 60% ولائهم واضح لصالح الديمقراطيين. احنا بنتكلم على ولاية كوزموبوليتان يعني فيها كمية كبيرة من الأمريكان من أصل أفريقي، فيها نسبة كبيرة من الإسبانيك، فيها نسبة كبيرة من الليبراليين، فيها نسبة هي وكاليفورنيا، يعني أنا مش هبقى صادم بس ده طبيعي في الإحصائيات الأمريكية، فيها واحدة من أكبر نسب الملحدين في الولايات المتحدة الأمريكية، فإزاي ينتخبوا الجمهوريين؟ يعني ده هيبقى إحنا بنتكلم على ولايتين، يعني نيويورك
ما ينفعش يعني هذه اللي بيحصل. طبعا هنلاقي جمهور لترامب، شور هنلاقي جمهور لترامب. ما فيش مكان في أمريكا ما فيهوش جمهور للطرفين، ولكن أحيانا يصبح التمني توقع. طيب واحنا بنتكلم على نيويورك، خلينا نروح لنيويورك مع زميلي ياسر نور الدين. ياسر يعني برحب بيك من جديد، وما الجديد لديك حتى ساعة؟ تفضل ياسر. اهلا بك يا ندى وبالسادة المشاهدين وضيفك الكريم. انا دلوقتي متواجد امام احد ابنية دونالد ترامب، وهو المبنى الكبير التجاري هنا في كولومبوس سيركل، هذا المكان المواجه تماما للسنتر بارك، المكان السياحي الكبير والذي يأتي إليه آلاف مؤلفة من السائحين كل يوم. جاءت أنباء إلينا بأنه هناك حراسة كبيرة على غير المعتاد، وده شيء طبيعي جدا. كما تشاهدين في الصورة خلفي جاءت سيارات الشرطة في المعتاد. هذا المبنى عادي جدا، من الممكن أن يدخله أي زائر عادي. وهناك أيضا مبنى على بعد أمتار لدونالد ترامب، ويقال أن هذا المبنى هو الذي يأتي إليه في فيفث أفينو، ولكن الأنباء تقول أن أعمال شغب من الجائز أن تحدث هنا في هذا المكان. فكثفت الحراسة في هذا المكان حول هذا المبنى الهام والشاهق جدا، والذي يأتي إليه ويأخذ الصور التذكارية جميع السياح وحتى المواطنين الأمريكان من الولايات الأخرى. خليني أقول لك، قد يعني تحدثت معك في اللقاء السابق عن الانتخابات وفي نيويورك، وسوف تنتهي والآن في نيويورك الساعة 9. فعلا انتهت الآن 3 دقائق تحديدا بعد الساعة 9، والنتيجة تقدم جو بايدن. النتيجة الأولية ندى في نيويورك هي تقدم جو بايدن، هي أكيد نتيجة أولية، ولكن يعني هذه النتيجة جاءت الآن كما التقدم بنسبة كبيرة في السابق أنه بمجرد ياسر، هل التقدم بنسبة كبيرة فرق كبير عن المرشح الرئاسي دونالد ترامب؟ لا أعتقد، ولكن للحقيقة يعني أنا يعني انتقلت من أمام اللجنة الانتخابية إلى هذا المكان لرصد هذه يعني هذا المشهد خلفي، ولكن من الممكن يعني بعد دقائق يعني أوافيكي والسادة المشاهدين بالنتيجة كاملة. أكيد أكيد. ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من نيويورك. تقدم جو بايدن طبيعي. أنا أصلا نيويورك دي قليلة، أنا ما بسألش عن نتيجتها، ما بنسألش عن نتيجتها. يعني في أمريكا ما ينفعش اسال، يمكن تكساس كانت ولايه مش بنسال عن نتائجها، اريزونا كانت ولايه مش بنسال عن نتائجها، ابتدينا نسال عنها لان حصل فيها تغييرات كبيره، فابتدينا نسال الفرق بقى قد ايه. يعني الفرق بتاع ترامب في الاستطلاعات كان 4 نقاط فقط، وده كان غريب جدا على تكساس. يعني تكساس كانت بتروح للجمهورين باكتر من 10 و12، واحيانا كان بتوصل مع يعني اعتقد ريجن كان 15 في النقطه، فبنوصل لاربعه. كان بنسال يعني انه الديمقراطيين هيوصلوا لغايه فين، مش انهم يكسبوها. بس نيويورك بالنسبه لي انا كبتاع انتخابات مش بتاع امريكا، انه لا نيويورك ما بسالش عنها خلاص. انا عايز اقول الوضع دلوقتي. طيب خلاص اقول الوضع اللي بيحصل دلوقتي. اتفضل. فوكس نيوز بتقول 129 بايدن 94 ترامب، رويترز بتقول 119 بايدن 92 ترامب، وانا بقول بالمؤكد بالمؤكد اللي هو 100% مش هيتغير حتى اللحظه. 201 بايدن 125 ترامب. نبتدي نعد من هنا. 201 بايدن 125 ترامب. انا بحسب ايه؟ ده بحسب انه في ولايات ما بسالش عنها، زي يعني انا ما بسالش على كاليفورنيا نيويورك
في ولا هاواي ولا ولايه واشنطن بالنسبه للديمقراطيين، ما بسالش، ده معطى. حتى فروق الاستطلاعات فوق ال 12 وال 15 مستحيل. طيب بالنتيجه اللي عندنا نبتدي نعد مع الولايات المتارجحه خلاص، ويبقى معانا الاعداد من 201 بايدن و 125 ترامب. ونبتدي نسال سؤالين. اول سؤال او اول اجابه، بعتذر، فلوريدا الى المحكمه العليا. للمحكمه العليا، هنعيد تاني سيناريو. فلوريدا الى المحكمه العليا جورج بوش بنسبه 90%، فلوريدا هتتارجح بشده وستذهب الى المحكمه العليا. اللي مش هيودي فلوريدا المحكمه العليا ان سيناريو تكساس يحصل، واني بايدن ياخد نورث كارولاينا وياخد معاها اوهايو. لو اللي انا شايفه ده حصل، اوهايو، لو خد اوهايو وخد نورث كارولاينا واحنا قاعدين مع بعض وخد معاها تكساس، مش هتفرق معاه فلوريدا، مش هتفرق معاه فلوريدا، ففلوريدا مش هتروح المحكمة العليا. هي رايحة المحكمة العليا بالنتيجة، بس لو كانت حاسمة. اللي أنا شايفه دلوقتي حالا ممكن يتغير. بايدن رئيسا للولايات، ثانية واحدة، بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تفوق 80% الساعة 24 دقيقة. بايدن رئيس الولايات المتحدة. طيب لا انا عايزه اقف، بس عايزه اقف عن ليه حضرتك توقعت ان هو ممكن ياخد نورث كارولاينا، رغم ان يمكن الاحصائيات بتقول ان ترامب في 2016 كمان انصفت نورث كارولاينا ترامب. لا، نورث كارولاينا راحت بسبب اهمال هيلاري وبسبب الخطاب ضد الدينيين لهيلاري. يعني اللي عملته كمالا هاريس وعمله جو بايدن في نورث كارولاينا يمكن يكون عدلهم كافة؟ يرجحها نورث كارولاينا، يعني يرجحها. يعني ده اللي أنا شايفه، اللي أنا شايفه أنه طيب خلينا بايدن نشوف يعني أنا تقديري أنه بايدن هيقدر يحسم، لو قدر يحسم نورث كارولاينا، وهو قرب يحسمها للعلم، هو قرب وقدر يحسم أوهايو، وهو بيحاول، يعني في مؤشرات أولية لأنه اخترق أماكن للجمهوريين خصوصا في الشمال. واللي أنا شفته في الخريطة أنه عامل اختراق في جورجيا في أماكن بتاعة الجمهوريين. تحول يعني في جورجيا السود، يعني الأمريكيين من أصل أفريقي، والسود هنا مش كلمة عنصرية، السود اتحركوا لاماكن كانت مراكز للجمهوريين. فده غير خريطه جورجيا بالنسبه لي شويه، بس اللي شايفه على الخريطه جوه جورجيا ان الديمقراطيين بيتقدموا او بايدن بيتقدم في مناطق هي طول عمرها حمراء. خلاص، يبدو، قد يبدو انه زي ما احنا قلنا انه نفوذ، طبعا انت بتتكلمي على جورجيا، دي منطقه اللي فيها اكبر، واحده من اكبر كثافات الامريكيين من اصل افريقي، تقريبا 32%. لو شاركوا بنسبة عالية نسبيا جورجيا مع بايدن. ما أرى في الوقت ده هو إنه جو بايدن رئيس المتحدة الأمريكية بنسبة 80%، ولو تكساس انتهت لصالح بايدن فأنا سوف أطلق على هذه الانتخابات انتخابات تكساس، ولا تهمني فلوريدا ولا بنسلفانيا ولا طيب أي ولاية. هي تكساس لغاية الدقيقة اللي أنا حضرتك بنتكلم فيها دي لم تنتهي. أنا بقول لم تنتهي. طيب خلينا نرجع لفلوريدا، حضرتك توقعت أن هي ممكن تروح للمحكمة العليا. طيب لو يعني ليه حضرتك توقعت أن هي ممكن تروح للمحكمة العليا، رغم أن يمكن الإحصائيات بتقول أن دونالد ترامب متقدم بفارق كويس عن جو بايدن؟ هو وصل لغاية دلوقتي احنا بنتكلم على تقريبا 90% من الكاونت، من الاحصاء بالعد، صح؟ والفارق بعد 90% تقريبا 350,000. اللي انا اعرفه ومتعود عليه انه مش اخر 10%، اخر 5%، يعني بتبقى مناطق اكتر في فلوريدا في الحضر.
عند ميامي، عند الزملاء، عند الزميلات اللي موجودين دلوقتي امام المقاعد مراكز الاقتراع في فلوريدا. بتبقى اخر حاجه يعني، في مراكز بتاخر شويه. فهتبقى ديمقراطيه نسبيه. الفرق لو هي نفس طريقه العد بتاعت 2016 و2012 الفرق مش هيزيد عن 100,000 صوت. فهتروح محكمه اولي لو بقت حاسمه. عشان بس نبقى صراحه، لو كانت حاسمه. لكن لو تكساس خلصت سنعلن بايدن رئيس الولايات المتحده الامريكيه. يعني ساعات وهنعرف. اقل. طيب خليني اكلم حضرتك في يمكن الولايات اللي ترامب حسم فيها الفوز. انديانا، فيرجينيا الغربيه، كنتاكي، اوكلاهوما، تنسي، ميسيسيبي، الاباما. شايفهم الولايات دي شايفها كافيه ولا؟ هذه ولايات معطى لترامب من قبل الانتخابات، ومعطى لاي مرشح جمهوري من قبل الانتخابات من سنه 80. حتى الان لم يقوم ترامب باي اختراق. وحتى اللحظه الاختراق الوحيد الذي نراه هو اختراق بايدن في تكساس، وما نراه هي معركه محتدمه بشده في فلوريدا. هذا ما نراه جديد في الانتخابات. اللي بيحصل غير كده كله طبيعي، يعني كله تقليدي، ما فيهوش مفاجاه. يعني انا لا ارى اي مفاجات في اللحظه دي. ويسكونسن، يعني ويسكونسن لو بايدن كسبها خلاص والنتيجه بتاعتها طلعت نهائي، لانها لسه انا ما جاتليش نتيجتها حتى اللحظه. توقعاتك؟ بصي، لو بايدن كسب تكساس وبعدين كسب ويسكونسن وهاي و و و يعني ويسكونسن من المتارجحه، ودي اللي تجاهلتها كلينتون فعقبتها فرجعت متارجحه. بالنسبه لي هيبقى طبيعي يكسب ويسكونسن، بس بالنسبه لي هتبقى في موجه زرقاء عقابيه لترامب. عقابيه لترامب، ولكن ليس بسبب قوه بايدن. طيب انا عايزه، بما ان الولايات اللي يمكن حسمها ترامب مش ولايات مش جديده ومعطاه لترامب وكل حاجه، ماذا لو حسم ترامب تكساس؟ هنرجع للسبق. نرجع للسبق، ويبقى هنا بقى نورث كارولاين هتبقى مهمه، ويسكونسن هتبقى مهمه، هنستنى اريزونا، هنستنى اوهايو. طبعا لو 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 ترامب حسم تكساس هضطر استنى اوهايو وجورجيا وبنسلفانيا، لانه كده كده فلوريدا هحسبها لترامب. هنحسبها لترامب عشان لو بقيت حاسمه هتبقى محكمه عليا. طيب والمؤشرات في اوهايو؟ يعني اوهايو احنا بنتكلم هنا عن 18 صوت في بالزبط. في المجمع الانتخابي، يعني ولايه اصواتها مش قليله. اوهايو حتى اللحظه بايدن متقدم، بس بالخبره بتاعت انتخابات. يعني انه اوهايو في جزء ريفي، في جزء ريفي في اوهايو، لان هي اختارت في 2016 ترامب بفارق مش قليل. مش قليل، 8.1% فارق مش قليل. وحتى جو بايدن وهو متقدم في اوهايو لفتره قريبه ما كانش متقدم بفارق كبير، كان احنا بنتكلم في واحد، لا بنتكلم في 1.2%. وبعدين في انتخابات قالت كده. اقول لك على حاجه، يعني اوهايو زي ما احنا كنا قلنا في الاول هي ولايه لا تكذب، يعني ومش هنكرر الكلام، لكنها بتتاثر قوي بالموجة العامة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيه؟ لما كان ريجن بيعمل الموجة الحمراء أوهايو بقت حمراء. لما جه كلينتون يعمل الموجة الزرقاء أوهايو بقت زرقاء. لما جه أوباما يعيد موجة زرقاء جديدة ويجذب الأقليات وخصوصا الأمريكيين من أصول أفريقية والهسبانيك اللي هم الأمريكيين من أصول لاتينية، يعني جايين من أمريكا اللاتينية وخاصة من المكسيك وكده، بقت زرقاء مرة تانية. فهي بتتأثر قوي بالجو العام. الجو العام اللي احنا شايفينه في أمريكا بيقول إيه؟ في صراع. لا، الجو العام بيقول بايدن. خلينا صراحة، الجو العام بيقول بايدن. أنا ما بتكلمش على الولايات،
بس فلوريدا ممكن تكون جت تغيرت الاتجاهات. فلوريدا انا قلت الجمله قبل كده، فلوريدا تعشق الاستقرار، ليها مثل مصري يعني. فلوريدا تعشق الاستقرار، لم تخذل اي رئيس حالي في ولايته الثانيه، حتى الرؤساء اللي خسروا. يعني ما خذلتش جورج بوش الاب في خساره تاريخيه قدام بيل كلينتون، ما خذلتوش، وانتخبت برضه جورج بوش الاب. يعني طول عمرها بتنتخب الرئيس الحالي، هي بتعشق الاستقرار خلاص، لكن يعني او بتعشق هذا يعني ده طريق بقى لها 40 سنه كده. فانا بالنسبه لي فلوريدا مش مؤشر على الجو العام. اوهايو هي المؤشر على الجو العام، الجو العام ده اللي خلقه الاعلام المنحاز ضد ترامب، اللي خلقه ازمه كورونا، اللي خلقته الازمه الاقتصاديه والاغلاق بسبب كورونا، اللي صنعوا. بس حضرتك في بدايه كلامك بتقول ان اوهايو ليها طبيعه ريفيه. لا، هي طبيعه متنوعه، اوهايو دي امريكا صغيره فيها كل حاجه. طيب ما هو طبيعه متنوعه، طبيعه ريفيه، من الممكن يكون فيها طبيعه صناعيه، من الممكن ان هي تميل اكتر لكفه ترامب، خصوصا ان يعني انا هسال سؤال. اللي انا شايفه انه بايدن بيتقدم في اوهايو، لكن لازال وانا بقول انه بالخبره، وقد يكون غيروا طريقه الفرز، المناطق الريفيه او الضواحي اللي في اوهايو بيتم فرزها متاخر، فقد يتقدم ترامب في كمان ساعه. لكن انا بقول قواعد قد تنتهي، ان اوهايو دي امريكا صغيره بتتاثر قوي بالجو العام اللي بيخلقه الاعلام واللي بيخلقه موجه الانتخابات، فالاغلب هتروح لبايدن لان الجو العام بيقول بايدن. دي فاكتو. احنا مش جايين، يعني انا مش جاي رغباتي السياسيه ملهاش علاقه بالارقام، دي حقيقه خلاص. احنا بنشوف المشهد في كل المشهد من بره. المشهد طيب خليني انتقل معاك لولايه ثانيه، وهي ولايه حاسمه وولايه مهمه، بنسلفانيا. 20 صوت ترامب كان متقدم فيها في 2016 بفارق 1%. يمكن بايدن من فتره كانت استطلاعات الراي بتقول ان بايدن متقدم بفارق 6% في بنسلفانيا. اخر الارقام والمؤشرات، اخر الارقام والمؤشرات، بنسلفانيا حتى اللحظه بايدن متقدم. بس في نفس الطريقة هذا تقدم خادع، لأنه شرق بنسلفانيا شوية جمهوري اللي هي المدن اللي في بنسلفانيا، يعني فيلادلفيا، المدن دي ديمقراطية بشكل مباشر خلاص. احنا بنتكلم على الضواحي او الجزء القريب من الريف أوي، والمنطقة الجنوب الغربية اللي فيها صناعة النفط الصخري، دي جمهوريه، دي جمهوريه بتتاخر تصويتها سنه، يعني شويه صغيره. حتى اللحظه بايدن متقدم، لكن مش تقدم يقول انها رايحه لبايدن. هنتظر واكون حريص جدا، لاني لو فلوريدا للمحكمه العليا وتكساس رجعت للجمهوريين، رجعت لترامب وفضلنا في السبق، بنسلفانيا ممكن هي اللي هتعلن مين الفايز. فانا هفضل حريص، لان انا خلي بالك الناس بتشوف الازرق والاحمر كجمهور، انا ما بشوفش الازرق والاحمر، انا ببقى قاعد بفكر هو بيفرز في اني حته في الولايه دلوقتي، واني حته اني جزء، لان ممكن يبقى في فلوريدا الفضل كام؟ فاضل تقريبا وفقا للتقديرات اقل من 800,000 صوت ما اتفرزوش، ممكن او اقل، هم 10 تقريبا 800,000 تقريبا 800,000 لسه بيتفرزوا، ممكن يبقى 800,000 يقلبوا الكفه، ممكن يبقوا في الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي ده ديمقراطي، فممكن بايدن ياخد منهم 600,000 فيبقى هو الكسبان. فاهمه؟ يعني هي حسبه معقده جدا وهي سهله جدا في نفس الوقت. يعني الجنوب اللي على، يعني انت لو شايفين خريطه فلوريدا، الجنوب الشرقي اللي هو على المحيط ده جزء ديمقراطي، بينما الجنوب الغربي ده جمهوري. طيب حضرتك اتكلمت في الولايات اللي ما فاجئتكش ان بايدن، ان ترامب حسمها. طيب إلينوي، فيرجينيا، فيرمونت، ديلاوير، ميرلاند، نيو جيرسي،
رود ايلاند وواشنطن دول او العاصمه واشنطن دول اللي بايدن حسمهم. مفاجاه بالنسبه لك اي ولايه منهم؟ لا مفاجات حتى اللحظه. مفيش حاجه حصلت في الانتخابات دي مفاجاه حتى اللحظه الا حاجه واحده، تكساس تميل تكساس تميل للجمهور للديمقراطيين، وفلوريدا هت يعني ممكن تصير ازمه تاريخيه حسب الساعة اللي جاية. فإحنا أمام ساعة حاسمة للعلم، وقد تكون ساعة حاسمة مبكرة، يعني مبكرة جدا. يعني شوف أنا بقول أهو، أنا لازلت على كلام بنسبة 80% جو بايدن، جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد يتغير حديث كمان ساعة. إحنا بنلعب لعبة أرقام ولعبة خريطة انتخابية. طيب نورث كارولينا ممكن يكون ليها دور، ولاية متأرجحة 15 صوت في المجمع الانتخابي. 2016 دونالد ترامب 3.6%، 2020 جو بايدن متقدم برضو 1.8%، ده لغاية يعني إحصائياته قريبة. جو بايدن متقدم أصلا في التصويت فيها دلوقتي. يعني أنا تصورت طبعا نورث كارولينا زي ما احنا قلنا هي انقلبت للجمهوريين مع نيكسون، وبعدين رجعت للجمهوريين مع نيكسون، وبعدين رجعت للديمقراطيين مع اوباما بسبب اصوات الملونين. لو نورث كارولينا راحت لبايدن وفقا للمؤشرات اللي عندي دلوقتي حالا انها بتروح له، هي لسه ما، ده معناه ان الكنيسه السوداء، هم بيسموها الكنيسة للأمريكان من أصول أفريقية، قدرت تحشد أعداد ضخمة تواجه بيها نفوذ الكنيسة الإنجيلية للبيض الأنجلو ساكسون في الولاية. لأن نورث كارولينا اللي بيحسمها في الآخر، خلينا صراحة، صراع كنايس، فده ممكن يرجح اللي أنا شايفه. وانا متصور انه ممكن يتغير اللي قدامي دلوقتي ايه، انه نورث كارولينا تميل لبايدن. انا كان توقعي انها هتبقى اقرب لترامب، لكن لو هي راحت لبايدن يبقى ده بالنسبه لي مؤشر انه الكتله الليبراليه اللي هي مش كبيره قوي ذهبت بكثافه. الشباب اللي هم نسبه مهمه بس ما بتروحش انتخابات في نورث كارولينا وهم يعني الاقل تدينا راحت بكثافه وصوتت مبكرا في التصويت المبكر وبالبريد. فده رجح الى جانب الكنيسه الافريقيه انها رجحت كفه، هترجح كفه بايدن في نورث كارولينا. انا عايز اقول معلومه. اتفضل. قاعده من ايام ما بعد جورج، ما بعد بوش الاب، ارتفاع نسبه المشاركه في الولايات المتأرجحة تزيد فرص الديمقراطيين بشدة. ارتفاع يمكن ده لو قارنا، في الولايات المتأرجحة تزيد نسبة أو احتمالات فوز الديمقراطيين بشدة. ليه؟ لأن أكبر جمهور كسلي ما بيروحش انتخابات في العالم كله هو الشباب اللي تحت 25 سنة. دي قاعدة، مفيش حاجة اسمها مشاركة الشباب في الانتخابات، ده وهم. ومفيش حاجة ان الشباب مؤثر في الانتخابات، ده وهم. عالميا وهم. كل من يفهم انتخابات يعرف ان ده وهم بيتباع بيه عشان بيزنس. الشباب ما بيروحش انتخابات ولا في امريكا ولا بره امريكا. لما اتعمل له تصويت مبكر فبيروح بالبريد، فهو ما راحش، هو صوت بالبريد. فلما ترتفع نسبة المشاركة في الولايات المتأرجحة ده معناه ان شباب اكتر صوت، لانه ما صوتش قوي، ما عملش مجهود. ولما شباب يصوت ده يرجح كفة الديمقراطية. طيب عايزة برضو نتكلم شوية عن ميتشيغان. ميتشيغان 16 صوت، 2016 اختار ترامب بفارق يعني لا يذكر. يمكن ترامب كان محتاج يكثف ميتشيغان لان بايدن متقدم في ميتشيغان تقريبا حتى لغاية اللحظة. لا واضح ان احنا امام انتخابات يعني ولايات متأرجحة أوبامية، يعني فيها ريحة أوباما كده، فيها ريحة
الولايات اللي راحت لأوباما. يعني أنا كأني بشوف الخريطة ليلة انتخابات 2012. نتمنى ما نتمناه. أنا بتكلم على الخريطة اللي شايفها قدامي. أنا شايف خريطة 2012. لأنه ميتشيغان يعني من طيب الولايات اللي ترامب لو ما كسبهاش هيلاقي صعوبة جدا يبقى رئيس أمريكا. يعني خلي بالك إن ترامب عنده 6 ولايات، لو ما كسبش واحدة، خسر واحدة من الستة، هيلاقي صعوبة شديدة في البقاء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هم 6 ولايات ما يقدرش يخسر واحدة. طيب هو يمكن في 2016 كان متقدم بفارق وكسبها. طيب ودي كانت واحده من اللي دلوقتي المؤشرات بتقول ان بايدن متقدم بفارق قد ايه عن دونالد ترامب؟ والله انا اللي شايفه عندي انا انه لا يعني ترامب ممكن ان الكفه ترجع تتعدل. يعني انا اقول لك على حاجه، اللي انا عندي انا ماليش دعوه باللي بتقوله اي وكاله، اللي انا عندي ترامب متقدم في ميشيغان. توقعي ترامب هيكسب ميشيغان. ترامب هيحسم ميتشيغان. طيب حسم ميتشيغان من الممكن ان هو يدخله تاني السباق؟ انت بتتكلم في 16 صوت في المجموعة ولا تفرق. انا قلت اهو لو بعد ساعة او اقل فضلت تكساس زرقاء هنلم الورق. وليحدث ما يحدث. طيب مينيسوتا العشر مقاعد، بايدن متقدم طبيعي انه يعني متقدم. طب على فكره ممكن الولايات الصغيره. نعم الولايات الصغيره لو ممكن، يعني انت في البدايه قلت لي 201 صوت بايدن، 125 صوت ترامب. الولايات الصغيره ممكن لو حسمها دونالد ترامب ندخل بقى في الدايلاما بتاعت، او يعني في فكره ان الاصوات تتساوى، ولا ده صعب يتحقق في المجمع الانتخابي؟ اولا ده مستحيل يتحقق انه يحصل تساوي، لان هم 170 فمستحيل. لكن انا شايف انه هيحصل في الانتخابات دي تقارب شديد جدا في يعني من هم في المجمع الانتخابي. مش شايفها. يعني الرئيس اللي هيكسب في المجمع الانتخابي هيكسب بفارق هيكسب كبير، زي ما كسب ترامب في انتخابات 2016 هيجي فوق ال 300. طيب اقول لك معلومه كمان قولا فصلا، بغض النظر من سيفوز بالانتخابات الامريكيه، وفقا للنسب اللي عندي دلوقتي في التصويت في الولايات الديمقراطيه المحسومه مسبقا، جون بايدن فاز بالتصويت الشعبي في انتخابات 2020. دي ملهاش علاقة بالنتيجة. ملهاش علاقة طبعا بس بالنتيجة. بنقولها من دلوقتي. جو بايدن هيفوز. جون بايدن فاز. طيب ما هو لو فاز وفاز في ولايات حاسمة. لا احنا لسه مستنيين بقى. انا لسه لغاية دلوقتي ما فيش ولاية حاسمة. طب التوقعات دي بتكون يعني لأن أقول لك على حاجة، لما تحصل نسبة مشاركة عالية في ولاية زي نيويورك، تحصل نسبة مشاركة عالية في ولاية زي إلينوي، تحصل نسبة مشاركة عالية في ولاية زي فيرجينيا، خلاص؟ ارتفاع نسبة المشاركة دي كله هي كده كده الديمقراطيين كسبينها، هي مش فارقة معانا، احنا ما بنسألش عن نتيجتها، بس ارتفاع نسبة المشاركة فيها وارتفاع نسبة الفارق ما بين بايدن وترامب فيها بيخليني أشوف بشكل واضح دلالات تجعلني اقول ان جون بايدن يعني انا بقولها فاز لان دي بقى شغلتي، فاز بالتصويت الشعبي في الولايات المتحده الامريكيه. ده ملوش علاقه بنتيجه الانتخابات. طيب خلينا نرجع لقرايه برضو ارقام الانتخابات والمجمع الانتخابي. كاليفورنيا، كاليفورنيا 55 صوت، هي كاليفورنيا ولايه ديمقراطيه بشده. المؤشرات لغايه دلوقتي لا في كاليفورنيا لسه ما ابتدوش اصلا. انا كاليفورنيا ما ابتدوش، ويوم ما تبتدي استطلاعات الراي بتتكلم على 70% بايدن. يعني 70 ل 30 كاليفورنيا مش هنسال عليها. لا كاليفورنيا بتزداد ديمقراطيا خلال السنين الاخيره. تزداد ديمقراطيا. طبعا لانه التنوع فيها، نسبه الامريكيين من اصول افريقيه ونسبه الهسبانيك
ونسبة المتحررين ونسبة المتعلمين و و و و و كثافتهم بتزيد، عددهم نسبتهم بتزيد في الولاية كل سنة، نسبة المهاجرين فيها بتزيد، فبالتالي هي بتصبح قاعدة أكثر صلابة للديمقراطيين. إمتى ده يتغير؟ هو ده ما بيتغيرش، بيتغير. إمتى ده يتغير؟ لما يجي للحزب الجمهوري حد زي نيكسون يغير المعادلة. لما ممكن في لحظة الحزب الجمهوري أصلاً يغير أفكاره، أو الحزب الجمهوري يرشح واحد من الهسبانيك زي ما كنا متوقعين في الانتخابات، في الانتخابات اللي قبل ترا الانتخابات 2016 كنا عندنا إنه الجمهوريين بيحضروا مرشح بالفعل من الهسبانيك من الأمريكيين الأصل الإسباني. لما ده يحصل قد يتغير كل الخريطة. بس أنا بتكلم على الخريطة اللي قدامي دلوقتي. لا، كاليفورنيا ما فيهاش انتخابات اصلا. طيب خلينا نشيل تكساس من الحسبه. ماشي، نشيل تكساس من الحسبه خالص. مش قادر. تكساس ابتدت تتحول حمراء كده كده، ابتدينا في الضواحي. طيب يعني كده ما احنا لسه برضو تكساس زي يعني فلوريدا. احنا مش عارفين لما تشوفي تكساس زرقاء دي عند حد زي يعني زينا بيتابعوا الانتخابات، زي ما نشوف كاليفورنيا حمراء. زي ما نشوف كاليفورنيا حمراء. يعني اللي هو في ايه يا جماعه؟ لا، ما حدش ما يهزرش، دي هتبقى انتخابات باسمها. تكساس هترجع لترامب، كده نرجع للسبق ونتفرج على الولايات التانية. طيب بس يعني لازلنا عند نفس الرقم بالزبط. بين غير تكساس طيب احنا 201 بايدن 125 ترامب. ماشي، انا هكتب بروك. خلينا نشيل تكساس من الحزب خالص. فرص ترامب في ان هو يرجع السباق تاني، ايه الولايات كده وبالاسم اللي هو المفروض يحسمها؟ لو ترامب هنحسب ان فلوريدا معاه، انا تعاملت ان فلوريدا معاه، لو قدر يجيب ويسكونسن ونورث كارولاينا واريزونا، اريزونا ويسكونسن نورث كارولاينا واوهايو، كده بين 50-50. كده هنستنى بنسلفانيا على الارجح يعني. لان انا شايف ان ميتشيغان برضو يعني تصوري انها تروح له، يعني ميتشيغان هتروح لترامب. تقديري قد يطلع قد يكون خطأ لانه لسه تقدير. بس انا مستني يكسب نورث كارولاينا، يكسب اريزونا، ويكسب اوهايو. كده خلاص، كده في سبق بجد كده خلاص. يعني هنسهر نقعد لغايه يمكن بكره. احنا بنتكلم دلوقتي بعد فرز 95% زي ما انت كنت بتقول على فلوريدا. فلوريدا رايحه ناحيه ترامب خلاص. وانا بتعامل في الارقام طبعا، مش من 125 اللي هنزود عليه، هنزود. بس انا بنتعامل ان فلوريدا كسبها ترامب، بنتعامل لانها يعني على الارجح رايحه محكمه عليا. طيب فرص ترامب في اريزونا مشكلة ترامب في أريزونا مش جمهور الديمقراطيين، مشكلة ترامب في أريزونا جمهور الجمهوريين. ليه؟ جمهور الجمهوريين. سيناتور رمز الجمهوريين في أريزونا هو جون ماكين. جون ماكين. وترامب أخطأ في جون ماكين، وتوفى جون ماكين. ثم اعلنت ارمله جون ماكين اللي هي ليها نفوذ معنوي عالي جدا على صفوف وجمهور الجمهوريين تأييدها لبايدن. قد يدفع، المفروض ان اريزونا كانت رايحه لترامب، ولا زلت مقتنع انها قد تذهب لترامب بنسبه 2% اعلى من بايدن. لو خسرها هيبقى بيدفع ثمن صراعه الشخصي مع جون ماكين. يعني خسر جمهور الجمهوريين، مش كسب جمهور من الديمقراطيين. طيب ميزوري. ميزوري 10 اصوات، وهي اصلا ولايه جمهوريه ممكن تكون تقلب ميزوري. انا حاسبها من ال 125. ما عندكش شك ان ميزوري؟ لا يعني ما عنديش شك، زي ما كانش عندي مشك في تكساس. انا كنت مستني تكساس تبقى حمراء. انا بقول لك كنا هنسمي الانتخابات دي تكساس. فلا، ميزوري محسومه. يعني دي ولايات ريفيه متدينه، ناس فيها متدينين
واغلبهم متزوجين. يعني خلي اقول، انا قلت الكلام ده قبل كده، انا عندي نقيضين نفهم بيهم الولايات المتحده الامريكيه. انا لو شخص فوق ال 65 سنه وذكر ومتزوج وعيش في منطقه ريفيه ومتدين باي شكل من الاشكال، اذهب الكنيسه او الكنس او الجامع، 95% سانتخب المرشح الجمهوري. لو انا سيده سمراء عزباء غير متدينه تعيش في المدينه، 95% سأصوت للديمقراطيين. ما بين الناقدين دول بنشوف الخريطه الانتخابيه اللي تمت على الامريكيه كلها. طيب احنا هنرجع تاني لمناقشه الخريطه الانتخابيه، بس خليني استقبل عبر سكايب من واشنطن السيد فريد فلايتس، المستشار السابق بالاستخبارات الامريكيه. سيد فريد، في البدايه برحب بحضرتك. شكرا جزيلا لك. من خلال متابعة حضرتك للمشهد في الولايات المتحدة دلوقتي، يعني احنا بنتكلم ان 73% من يعني كتير من مواطنين في الولايات المتحدة عن انتخابات 2016 في حصل تصويت للانتخابات دي، وسط كل اللي بنشوفه من فيروس كورونا والاقتصاد الامريكي وتراشقات بين المرشحين سواء دونالد ترامب او جو بايدن، ازاي حضرتك بتشوف المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة؟ في البداية يسعدني التحدث مع أصدقائي في مصر، ونحن دائما هناك علاقة ما بين الولايات المتحدة ومصر على سنوات طويلة، دائما تحدث مفاجآت في الانتخابات الأمريكية، ربما تحدث مفاجآت اليوم حيث دونالد ترامب. هناك تكساس وفلوريدا، الديمقراطيون منذ عدة أسابيع تحدثوا عن أن الرئيس لديه فرص كثيرة. أعتقد أن هذا السباق حول الولايات المتحدة حدث 11 سباقا خلال اليومين قبل أن نبدأ يوم الأحد والاثنين. هذه طاقة إيجابية كبيرة. نحن قلقين بشأن كورونا فيروس كورونا، ولكن الاقتصاد الأمريكي وأيضا ما حققه الرئيس الأمريكي من إنجازات في الشرق الأوسط هامة جدا. طيب سيد فريد، على ذكر ما يعني نتابعه في الشارع الأمريكي الآن، ومسألة أيضا التصعيد بين دونالد ترامب وجو بايدن، كان دونالد ترامب يعطي الكثير من الإشارات أنه باقي في البيت الأبيض، وحتى إذا أتت النتيجة عكس ما يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف ترى هذه التصريحات، وماذا يمتلك السيد ترامب من أوراق حال أتت النتيجة عكس ما يحب السيد دونالد ترامب؟ هناك العديد من الديمقراطيين في وسائل الإعلام الذين يتحدثون دائما على خسارة دونالد ترامب للانتخابات وعدم تركه للبيت الأبيض أو المكتب البيضاوي، ولكن هذه دائما ما الترشقات وما يحدث، وهذه تقاليد لتحول دائما السلطة في الولايات المتحدة، لأنه إذا خسر الرئيس ترامب سيترك أيضا البيت الأبيض، ولكن هناك طرق أخرى لتحديد ربما الفائز، وفي يناير 2021 الشخص الذي سيقبع في المكتب البيضاوي هو من يفوز بالانتخابات. طيب وبالحديث على الشخص الذي سيبقى في البيت الأبيض، يعني إذا ما تحدثنا عن السيد دونالد ترامب أو السيد جو بايدن، يعني لم تحسم النتيجة بعد، السؤال هنا سيد فريد، إذا تحدثنا أو إذا فاز السيد جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة في الساعات القادمة، ما هي أولى الملفات برأيك التي سيتولاها السيد جو بايدن؟ أعتقد أنه في فوز جو بايدن سيتحرك لتغيير أيضا خطط الضرائب التي حدث عنها الرئيس
ترامب، وبالتالي بعد فتحدث الرئيس الأمريكي عن موضوع الطاقة الشمسية وعن البترول والغاز، سيكون هناك تغيرات جذرية في هذا الملف، وستكون هناك بعض المفاجآت وبعض التعيينات في المراكز العليا المتقدمة في الولايات المتحدة، سيكون هناك تعديل كبير في التشكيل. طيب سيد فريد، يعني من اليوم من الثالث من نوفمبر حتى العشرين من يناير، هذه فترة تسليم السلطة. البعض كان يتحدث أن ربما معاوني الرئيس دونالد ترامب من الممكن أن يسببوا بعض العراقيل حال فاز، كل ذلك أتحدث في سيناريو فوز السيد جو بايدن، حال فاز السيد جو بايدن بالانتخابات، هل سنرى في الولايات المتحدة هذا التسليم السهل والسلس للسلطة من قبل إدارة دونالد ترامب إلى الإدارة التي بالطبع سيشكلها السيد جو بايدن؟ نعم، أعتقد سيكون هناك انتقال سلمي ويسير للسلطة ما بين دونالد ترامب إلى الرئيس ربما القادم، وبالتالي أيضا هناك معلومات سرية وبالغة السرية للغاية يتم نقلها أيضا من الرئيس السابق إلى الرئيس الفائز. هذه عملية طبيعية تتم دائما ومن خلال الحملات الانتخابية، و ربما الحملة الانتخابية تشهد هذه الحمية بين الرئيسين، ولكن عندما يتعلق الأمر إذا فاز أيضا جو بايدن سيكون رئيسي هنا في هذه الحالة رغم أني جمهوري. نعم نعم. طيب سيد فريد، يعني أخيرا، من أبرز الملفات التي أتت على ربما أو في برنامج كلا المرشحين سواء دونالد ترامب أو جو بايدن، كان ملف كورونا، كان أيضا الاقتصاد الأمريكي. من خلال المؤشرات الأولية، بالطبع حضرتك سيد فريد تتابع المؤشرات الأولوية، هل نستطيع القول أن الاقتصاد الأمريكي تغلب على كورونا أم العكس صحيح؟ يبدو عندما رأينا خلال الساعات الماضية أن الاقتصاد هو العمود الفقري، ورغم أن كورونا فيروس وهذه الجائحة من أيضا الملفات القوية، ولكن الرئيس ترامب استطاع أن يدير الأزمة أيضا. طيب، وبالحديث عن ملفات أخرى كالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، كلا المرشحين لهما يعني رؤية خاصة في التعامل مع الصين. برأيك سيد فريد، إذا استمر سيد دونالد ترامب لأربع سنوات قادمة، هل من الممكن أن يعدل من رؤية الولايات المتحدة أو علاقة الولايات المتحدة بالصين؟ وحال فاز السيد جو بايدن كسيناريو آخر، هل من الممكن أن يعيد ترتيب العلاقة مع الصين مرة أخرى، أو ربما يناور هنا أو هناك لتصحيح العلاقات بين الولايات المتحدة والصين؟ العلاقة الرئيس ترامب صعبة جدا مع الصين، لأنه دائما يتحدث عن ضعف وفشل الحكومة الصينية في التعامل مع جائحة الفيروس منذ البداية. أنا لا أعلم إن كان سيستمر في التفاوض بما يتعلق أيضا باتفاقية التجارة، ونظرا للعداءات التي أظهرها الرئيس مع الجانب الصيني. أعتقد أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستزداد صعوبة إذا فاز الرئيس أيضا لأربعة سنوات قادمة. جو بايدن ربما في هذه الحالة يكون الموقف أكثر ضعفا مع الصين من الرئيس ترامب. طيب سيد فريد، يعني من خلال المتابعة، تكساس ولاية جمهورية معروفة، أن تكساس ولاية جمهورية كانت تميل في بداية الأمر إلى السيد جو بايدن، ويمكن دونالد ترامب عاد وغير الكفة إلى اتجاه الجمهوريين في تكساس مرة أخرى. فلوريدا ولاية متأرجحة، معروفة أن فلوريدا متأرجحة، ولكن ربما تميل الكفة الآن نحو السيد دونالد ترامب من جديد. السؤال هنا سيد فريد، توقعات حضرتك للأمر المتعلق بكلتا الولايتين؟ أعتقد أن ترامب هو في تكساس ربما
بعيد الآن في الخلف، ولكن ربما بايدن سيخسر تكساس كما يبدو، لأن ترامب يبدأ أنه وكأنه فاز في فلوريدا. ربما بنسلفانيا ستكون قريبة جدا خلال عدة أيام قبل أن نعلم من فاز ببنسلفانيا، لأن هناك سيكون قرار للمحكمة خلال الأيام القادمة. طيب سيد فريد، أخيرا يعني يمكن مراسلة إكسترا نيوز أو موفدة إكسترا نيوز في الولايات المتحدة والكثير من الإعلام يتحدث عن هذا الانتشار الأمني المكثف في واشنطن وفي مختلف الأرجاء في الولايات المتحدة، هل تتوقع أن هذا الانتشار الأمني ينم عن تخوفات من أعمال شغب ما حال تم إعلان النتائج؟ سيد فريد، يعني يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد فريد فلايتس المستشار السابق بالاستخبارات الأمريكية. طيب أستاذ أكرم، شايف حضرتك بتكتب، واضح أن في مؤشرات جديدة. في مؤشرات جديدة طبعا، يعني احنا ممكن نقول دلوقتي ترامب كسب فلوريدا. ترامب كسب فلوريدا زي ما كان أستاذ فريد توقع، يعني إن ترامب حسم فلوريدا. حسم فلوريدا، فإحنا هنضيف 29 لما نتكلم على ترامب دلوقتي 154. ترامب كسب فلوريدا، تكساس رجعت لترامب، هنبتدي السبت. طب ما تكساس قبل السكايب كانت رجعت لترامب. جمهورية. يعني تكساس رجعت لترامب وفلوريدا بنسبة 95% هي خلاص مع دونالد ترامب. طيب السؤال حضرتك بتقول هنبدأ السبق. الولايات بقى السبق طبعا. الولايات الحاسمة بقى دلوقتي بعد ما المعادلة بقت تكساس مع ترامب، فلوريدا مع ترامب، ايه الولايات اللي المفروض ترامب دلوقتي هي هتخليه هو رئيس الولايات المتحدة الأربع سنوات قادمة؟ بالترتيب أوهايو، جورجيا، أريزونا، ويسكونسن، نورث كارولينا، بنسلفانيا. طيب فرص دونالد ترامب او فرص بايدن في الولايات دي، بلاش دونالد ترامب، يعني فرص ترامب في اللحظه دي افضل في كل هذه الولايات ما عدا بنسلفانيا. لو الامور مشت كده بنسلفانيا 20 صوت قد لو الأمور صارت كما تسير حاليا، لأنه الفرز بتاع الضواحي والريف بيتأخر شوية. لو صارت كما تسير حاليا كان نتجه لحسم بنسلفانيا. أنا قلنا فلوريدا. طيب فارق 6% تبدأ السبق. فارق 6% فارق 6%. انا بس عايزه اركز على بنسلفانيا لان هي 20 صوت مش قليل، وهي متارجحه ولسه مش محسومه. يمكن جو بايدن كان حاسم الولايه دي بفارق كبير عن دونالد ترامب بفارق 6% تقريبا، ده كان قبل ايام من دلوقتي. فارق 6% مش مؤشر لان بنسلفانيا ممكن تروح لجو بايدن؟ يعني احنا دلوقتي بقينا نشك في أي استطلاع أقل، يعني كان زمان أكتر من 5% ده رقم كبير قوي، لكن 6% ما بقتش رقم كبير قوي في انتخابات 2020. واللي يتلسع من انتخابات 2020 لازم ياخد باله كويس. قد يبدو إن هو الأقرب، لكن يبدو لي يبدو دي ممكن يكسرها فكرة إن ترامب قطع وعود كتير قوي في بنسلفانيا ان هو هينعش الاقتصاد. بس انا لا عايز لا الوعود جديده، يعني اذا اعيد انتخاب دونالد ترامب في وعود جديده بانعاش الاقتصاد في بنسلفانيا وكده، دي مش ممكن ممكن تعيد الامال تاني لدونالد ترامب. بس انا عايز اشوف مؤشر عام كده
من التجربه بتاعت احنا بقالنا دلوقتي 4 ساعات يا زملاء صح؟ يبدو ان مشاركه الريف الامريكي والضواحي والاحياء التي تتمركز وسطيها كنائس بروستانت نافذه يعني لديها نفوذ على جمهورها، نسبه المشاركه فيها زادت عن 2016. ويبدو لي انه لما ترامب قال سيكون يوم الزحف الاحمر انه حملته نجحت في بعض الولايات انها تصنع يوم زحف احمر يوم الثلاث، اللي احنا عم نتكلم على 100 مليون صوتوا. فلو النهارده صوت اكتر من 100 يعني كان صوتوا في التصويت المبكر يعني ما قبل بدايه يوم الثلاث الكبير. يبدو ان في حشد كبير حصل النهارده، يبدو ان احنا امام طبعا زي ما قلنا نسب مشاركه، ويمكن كمان الجمهوريين نسب المشاركه بتاعتهم بتبان اكتر، يعني كتير قوي استطلاعات راي ومحللين وخبراء بيتكلموا عن ان الجمهوريين ممكن ما يشاركوش في تصويت مبكر، يشاركوا في تصويت اللي هو يوم الثلاثاء الحاسم. هم تقليديين، هم تقليديين، ويعني دي طبيعه الاداء عندهم. طب بنسلفانيا، ويمكن هي دوله اقتصاديه، يعني بنسلفانيا احنا بنتكلم عن دوله جت في المرتبه 19 في اقتصاد عالمي، يعني دولة اقتصاد. ترامب رجل اقتصاد مش رجل سياسة، هو معروف دونالد ترامب رجل الاقتصاد، فده مش ممكن يخليه يحسم بنسلفانيا؟ هو لو حسم بنسلفانيا يحسمها من منطقة الجنوب الغربي اللي هي منطقة تركيز صناعة النفط الصخري. خطاب بايدن في مكان مولده ما قدرش ينهي الخوف عند جزء مهم من الطبقة العاملة في بنسلفانيا حوالين إنهاء فكرة النفط الصخري واستبداله بالطاقة النظيفة، وده معناه إغلاق، ده معناه إن هو يعني خلاص صناعته صناعة مركزية في بنسلفانيا. يعني خلي بالك الصناعة دي موجودة، مركزها في بنسلفانيا جزء منها وجزء منها في تكساس، عشان كده كمان تكساس لما ده يحصل فيها كان انا اتفكر التقارب كمان. خلي بالك بقى احنا مش هنبتدي ندرس ان تكساس راحت للجمهوريين، يعني هنبتدي ندرس الانتخابات اللي جايه ليه حصل هذا التقارب. انا من الناس اللي لما شفت ليه حصل تقارب في تكساس، تقارب ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في تكساس، ليه ده حصل؟ لانه انا ابقى صريح، لما استطلاعات الراي قالت انه ترامب متقدم في تكساس ب4 نقاط فقط، أنا تعاملت معاها إنه الانحياز العادي من المؤسسات وشركات الاستطلاع ضد ترامب، لكن اللي شفته لا، واضح إنه مش هيكسبها فوق ال4 نقاط، وده خليها ندرسها بقى عشان الانتخابات اللي جاية. ليه هذا حصل هذا التقارب؟ التحول اللي حصل في تكساس يخلي هذا الأمر متقارب جدا يعني ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. زي ما بقول كده إحنا كده ابتدينا السبق يعني السهرة هتطول جدا. ممكن ما تنتهيش قبل، لو ما انتهتش على 9 الصبح ممكن تنتهي خلال 2 3 أيام. طيب انت قلت لي جورجيا كده، قلت لي جورجيا كده في النص، ما اتكلمتش في جورجيا. هي جورجيا طيب انا عايزه ارجع لجورجيا، بس خليني الاول نروح لمفاده اكسترا نيوز الزميله دينا سالم في واشنطن. دينا في البدايه برحب بيكي، ومستجدات الاوضاع المتعلقه بالانتخابات الامريكيه 2020 اكيد لديك دينا، تفضلي. بنتابع، بدأت منذ لحظات هذه الطائرة الهليكوبتر في التحليق فوق المكان اللي أنا متواجدة فيه في محيط البيت الأبيض عند البلاك لايفز ماتر بلازا. طبعا كان في قلاقل منذ قليل، في كل فترة بنلاقي بعض المتظاهرين أو المتجمعين هنا بيجروا في ناحية وبتبقى وراهم عناصر الشرطة ويعودوا مرة أخرى
لكن الغريب إذا بيدرو if we go back to the helicopter, الغريب إنه هذه الطائرة الهليكوبتر تحلق فوق المبنى للحظات مطولة. هي دلوقتي فوق المبنى ده ومن دقائق كانت فوق مبنى تاني. يبدو إن هي بتبحث عن شيء أو عن أشخاص معينين لأنه وجودها غريب جدا والناس متجمعة. إذا تابعنا في الخلف هنا الناس متجمعين علشان يتابعوا في المشكلة. في هذه اللحظات نتابع أنه الناس ما زالت هنا في الساحة تتابع على الهواء مباشرة النتائج الخاصة بالانتخابات الأمريكية، وفي حالة من التحفز والاستنفار الشديد في العاصمة واشنطن دي سي. وأنا في أسخن نقطة في العاصمة الآن لأنه كله مترقب حدوث أي شيء وحدوث مفاجآت بعد الإعلان النهائي عن النتيجة. هنتابع معاكم لو حصل أي تطورات. طيب can we move a little bit Pedro to check out what's going on the other side? I'll help you. طيب أنا مضطرة أمشي بالأجهزة لكن هنتجول معاكم علشان نشوف اللي بيحصل في الخلف. هنا التجمع اللي كنت بقصده يا ندى. كل الناس متجمعة هنا عشان تشوف الهليكوبتر بتبحث عن مين، وطبعا بتسمعوا معانا سفارات عربيات الشرطة، والحركة غريبة جدا. طبعا من ساعة ونص تقريبا كنا تابعنا القبض على أحد المتظاهرين أمريكي من أصول إفريقية، والآن نحن في مواجهة هذا الشارع. يبدو أنه بعد هذا الصف من عناصر الشرطة توجد قلاقل في هذا الشارع. Sir, excuse me sir, would you be kind enough to brief us on what's going on? There was a crime committed and we made an arrest. There was a crime committed and you made an arrest? Was there anybody hurt? يمكن أن تحدثنا عما يحدث الآن؟ يبدو أن هناك جريمة، هناك جريمة ارتكبت ونحن نقبض الآن على الفاعل. عناصر الشرطة اتكلمنا معهم بيقولوا في جريمة حدثت وفي أشخاص أصيبوا. طبعا هم متحفظين جدا أنهم يقولوا إيه اللي حصل بالضبط. وهنا في صوت لأصوات تظاهرات. خلينا نتابع. أنا بعتذر لو الكاميرا بتتحرك بشكل عشوائي لأنه الدنيا زحمة جدا. طيب. طيب. طيب أنا بعتذر لو في أي ألفاظ مسيئة ممكن تكون بتصدر عن المتظاهرين. واضح انه الناس تخطت الحاجز اللي كانت عاملاه الشرطة، الحاجز البشري اللي كانت عاملاه الشرطة وكانت بتغلق به هذا الشارع، وجموع الناس بتضغط للدخول الى هذا الشارع اللي كانت الشرطة أغلقته منذ دقائق قليلة جدا. عناصر الشرطة بتتراجع كما تتابعون، و الناس بتجري في كل اتجاه. الناس
الشرطة موف باك أو عودوا لأدراجكم. ولسه الهليكوبتر موجودة فوق. وهتافات Black Lives Matter أو حياة السود تستحق بتستمر في الخلفية. حركة غير طبيعية في الشارع هنا يا ندى، ووصلنا تاني لحاجز آخر من الشرطة، والهليكوبتر ما زالت تحلق وتحوم حول المكان. Excuse me. No, no problem. I have a cable. Black Lives Matter. Six more. Black Lives Matter. دلوقتي أحد المتظاهرين بيحاول يتكلم مع عناصر الشرطة، وهم ملتزمين الهدوء، وزي ما انتوا شايفين بيحاولوا يعملوا حاجز بالدرجات، لكن الناس بتضغط عليهم من كل الاتجاهات وبيقولوا لهم موف باك، يعني ارجعوا لورا. والشرطة بتستقل الدرجات وبالفعل بتذهب لمنطقة أخرى. نعم، دينا سالم موفدة إكسترا نيوز إلى واشنطن، أنا بشكرك جزيل الشكر. والأهم دينا فلتبقي سالمة، ويعني حافظي على نفسك. طيب أستاذ أكرم، عودة لحضرتك مرة تانية. يمكن آخر استطلاعات الرأي إن دونالد ترامب حسم كلورادو. حسم كولورادو 9 أصوات في المجمع الانتخابي. حسم كولورادو. زملاء، أنتوا متأكدين من النتيجة دي؟ بس دونالد ترامب قام بحسم ولاية كولورادو، أو استطلاعات الرأي بتقول كده. لا، كولورادو اتحسمت لبايدن 57-40. يبقى حصل تغيير. ممكن يكون حصل تغيير. لا، حصل لا، كولورادو محسومه لبايدن من ساعه، يعني من قبل ما اغلق الباب بتاع، فهي مش ولايه مهمه ما بالنسبه لنا. ما هو يمكن الكثير من استطلاعات ورأي، يعني انا على الهوا خلاص، وسائل الاعلام كتير كانت بتتكلم على ان كولورادو راحت لترامب. كولورادو راحت لترامب. يعني استبعد بشده كولورادو تروح لترامب اصلا، استبعد. ليه؟ مع انه كولورادو مش ولايه محسومه، لا محسوبه على الديمقراطيين ولا محسوبه على الجمهوريين. ولايه ديمقراطيه تقليديا، ولايه ديمقراطيه كولورادو، ولايه ديمقراطيه. بس انا ممكن انا على الهوا خلاص، انا بطلب بريك على الهوا، لان انا شايف حاجه بتحصل في الخريطه، محتاج ان انا اخد بريك 10 دقائق، لان في حاجه غريبة بتحصل على الخريطة، محتاج ان انا. طب يعني حاجة أفهمها. غريبة يعني حطنا محطتك في الصورة. يمكن اقول لك على حاجة. لازلت حاسما بايدن كسب التصويت الشعبي. اللي انا شايفه يعني، خلي بالك تكساس غيرت، يعني غيرت في اخر لحظة للاحمر كما توقعنا، بس غيرت. اللي شايفه دلوقتي حالا
من ساعه الا ربع قلت بايدن رئيسا لامريكا بنسبه 80%. هتغير اقوالك؟ اغير اقوالي. انا شايف ترامب جايب. طبعا خلي بالك ان في ولايتين ما بيدوش كل الاصوات لترامب عشان ما حدش يجي يقول لي ده مش مجموع. في مين وولايه اخرى اللي هي اسمها ايه دي نبراسكا بيقسموا الاصوات وماين نبراسكا وماين. طيب لا اللي انا عايز احتاج لي فيه بريك سبب واحد. انا شايف ترامب جاب 271 صوت. خليني يعني اقول لك ليه انا اطلع مع حضرتك اديك البريك عشان تشوف الخريطه. انا شايف دلوقتي بالحسبه الدقيقه ترامب عدى ال 270. يعني ده لما حضرتك تاخد بريك وتشوف الخريطه هنشوف في حاجه حصلت انه كده اللي قدامنا. هو بشكل يعني انا عايز اقول ايه اللي قدامنا دلوقتي. التغطية مستمرة مع حضرتك. احنا عندنا 12 ولاية متأرجحة. خلاص اللي قدامنا بايدن ما قدرش يكسب من ال 12 غير 3 في اللحظة دي. ممكن ده يتغير. اللي هما ما قدرش يكسب يعني مش متقدم بشكل واضح الا في 3 في نورث كارولينا ومتقدم في مينيسوتا ونيو هامشاير ودول 3 مينيسوتا ونيو هامشاير دلوقتي حالا ترامب متقدم في 8 وفاز بواحده. يعني فاز بفلوريدا ووفقا للخريطه اللي قدامي متقدم في بنسلفانيا ميتشيغان ويسكنسن اريزونا ايوا جورجيا اوهايو. ده يرجح كف ترامب مش بعدد اصوات كبير في المجمع الانتخابي بس انا شايفه دلوقتي تغير غريب على الخريطه خلي ترامب هو الرئيس. على كل حال يعني التغطيه يعني انا خلي بالك ان دي تغطيه دي لعبه. خلاص ما اراه دلوقتي انا بغير اقوالي اللي حصلت من ساعه الا ربع. ما اراه ترامب عدى ال 270 يعني وهاخد البريك. هنشوفه اكيد التغطيه المستمره مشاهدينا الكرام لمتابعه مستجدات الاوضاع المتعلقه بالانتخابات الرئاسه الامريكيه 2020 بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. ولكن بعد الفصل تلتقون مع الزميل احمد ابو زيد. شكرا لكم.